معانا دلوقتي بقى نعرف كل تفاصيل الضغط والعدات والحاجات دي كلها يا محمد. مساء الخير. يا ازيك يا مساء محمد، الفل. عامل ازيك يا ايه؟ محمد؟ الحمد لله بخير. منورنا ومبروك. ونور حضرتك، تسلمي، الله يبارك فيكي. طيب محمد، قول لنا كده، يمكن احنا بنتكلم على تمرينة الضغط دي ممكن تكون مملة لبعض الناس ومتعبة لناس كتير، ولكن انت قررت انه دي الحاجة اللي هتدخل بيها الموسوعة. الموضوع جه ازاي وليه اخترت التمرينة دي بالتحديد؟ انا قوي جدا في تمارين الضغط. الموضوع كان في اول 2020، كان في رقم لشاب صيني كان مسجل في تمرين الدايموند، تمرين دايموند بوش اب، ايدك على شكل ماسه، كان مسجل 88 عده في الدقيقه. الرقم ده خد مني سنه ونص علشان اقدر اكسره. اي نعم انا فشلت في الاول، بس مع التمرين ومع الاستمرار قدرت ان انا اكسره. كسرته بواقع 93 عده في الدقيقه. 92 93 ده كان الرقم الاول ليا. ما شاء الله، دايموند بوش اب. ده اللي معناه ماشي، ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي على التلفزيون، اللي هو تمرين الضغط الماسي. دي التمرينات، احنا معانا فيديوهات ليك يا محمد وانت بتتمرن. دي تمريناتك اللي بتأهلك ان انت تعمل العدات دي بالظبط، عدات الضغط في دقيقة، صح؟ تمام. اللي هو زي الورم اب او التسخين. تمام. طيب انت بتتمرن كام ساعة في اليوم او كام يوم في الاسبوع عامة؟ انا بتمرن 6 ايام في الاسبوع. بتمرن في اليوم من ساعة لساعة ونص. من ساعة لساعة ونص. تمام. انت يا احمد اصلا، انت يا هشام اصلا بتحب تلعب يعني رياضة الضغط والعقلة والمتوازنة، العاب قوة بشكل عام يعني؟ بالظبط. طيب وبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ يعني النهاردة الصبح برضو انت كان في حاجة عملتها؟ انا حاليا محطم 4 ارقام في موسوعة جينيس. ما شاء الله. الرقم الاول، الرقم الاول اللي هو دايموند بوش اب، ماشي، 93 عده في الدقيقه. وفي رقم تاني ارشر بوش اب مرتفع، اللي هو ده ايدي الشمال على ارتفاع 30 سم من الارض، وبلعب بايدي اليمين. ده الرقم العالمي كان 40 عده يعني في الدقيقه. بلعب بايد واحده. الرقم العالمي كان 40 عده في الدقيقه، انا مسجل 48. 48 ده الرقم التاني. الرقم الثالث تمرين الضغط بقبضه مغلقه، وحمل وزن 100 رطل بمقدار 46 كيلو. وبلعب على رجل واحده. ده الرقم العالمي كان باسم لاعب فرنسي، 29 عده في الدقيقه، انا مسجل 32. يعني انت الرقم ده مش رقم عادي، يعني مش ضغط عادي. لا، بوزن. بوزن ورجليك اللي ورا ايه، مرتفعه عن الارض؟ رجل واحده بس، رافع رجل واحده وبلعب على رجل واحده. طبعا ده فيها صعوبه. ده هنتكلم اصلا كمان لو طبيعيه، ده هنكون بنتكلم ان هي يعني فيها صعوبه الضغط العادي. لا، واحنا شايفين دلوقتي الفيديوز وانت بتتمرن، مش عارفه، حاسه كل التمرينات صعبه قوي قوي يعني. الحمد لله، ده نتيجة تمرين متواصل، وانا ما وصلتش للمستوى ده بسهولة. لا، انا اتمرنت كتير. انت بقالك قد ايه بتتمرن يا محمد؟ بقالك انا بجيم حديد من 2017، لكن ضغط وعقلة وكده من 2015. اوكي. طيب محمد، احكي لنا شوية عن الارقام اللي انت حققتها من ساعة ما بدأت تمرينات الضغط. انا محط